السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا كل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بالدعاء. خلاص الوقت بيعدي، الشهر بيجري، هنبدأ في العد التنازلي لرمضان. أيام جميلة مفترجة فيها الليالي القمرية، ليلة النص من شعبان. بفكركم بالصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكتر شهر بيصومه بعد رمضان هو شهر شعبان. طبعا الأهم هو الناس الزعلانين أو متخانقين من بعض، حاولوا كده انكم تتصالحوا بسرعه، لان ربنا بيغفر لعباده ما عدا المشرك او المشاحن. وبرحب بضيفي الشيخ احمد المالكي من علماء الازهر الشريف. اهلا بيك يا شيخ. ربنا يخليك ويحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. امين يا رب، ربنا يسترك ويفرج عليك يا شيخ احمد وعلينا جميعا يا رب، امين. وكل سنه وانت طيب، وكل سنه وكل مشاهدينا طيبين. ايام جميله مفترقه، وليله طبعا النص من شعبان ليله جميله الواحد بيستناها من السنه للسنه، لان هي بتغفر الذنوب كلها. هتعملي ايه بقى النهارده؟ استغفار، صلاة، قرآن، تسبيح، صدقة، وأهم حاجة، أهم حاجة من كل ده، وطبعا الصيام أهم حاجة من كل ده، التسامح. لازم أسامح كل الناس وأقعد أدعي كده ربنا إن كل الناس تسامحني وإن ربنا يغفر لي. أهم حاجة يا شيخ أحمد صالح، سامح يا شيخ أحمد. حاضر، خلاص هفكر. حاضر. انا امي عليها رحمه، لازم قلبنا يبقى ابيض النهارده. امي عليها رحمه الله كانت بتوسع علينا في ليله النص من شعبان. بتعمل لكم ايه بقى؟ كانت بتعمل لنا بقى المحشي والبط وحاجه زي كده، بتوسع علينا في الليله دي. وعلى فكره يستحب للاسر انها توسع على الاهل في الليله دي. ناكل بقى كده ونعمل حلويات وفرحه. يبقى ليله يعني ليها معنى. جميله جدا. انا بقول لك انت هتعمل ايه، فانت دخلتني في موضوع تاني. رز بلبن. ايه رايك في الرز بلبن؟ انت كان قصدك اعمل ايه اكل؟ ما انا رز بلبن حلو. ممتاز، نعمل اي حاجه يعني. دايما الليالي دي دايما ايه يعني جرت العاده ان تعمل فيه حاجات بيضه يعني باللبن. عاشوره باللبن، رز بلبن، مهلبيه، كله باللبن. سبحان الله، يعني حتى في عاشوراء من السنه التوسيع على الاهل في يوم عاشوراء. في المناسبات دي كلها يعني يستحب الانسان ان هو يوسع على اهله في الايام الجميله دي يعني. ويبدا يقول لهم بقى احنا النهارده ليله النص من شعبان هنعمل ايه، هنصلي. وهتعمل ايه وهكذا بقى، يبدا يشرح لهم ايه ليله النص. طبعا ليله النص هتبدا امتى يا استاذه دعاء؟ النهارده من المغرب ان شاء الله. خلاص، طب نعمل ايه قبل لما يجي بقى المغرب يدخل علينا؟ نقول بقى حمدا لله الرحمن، ونصلي ونسلم على نبينا عدنان عليه الصلاه والسلام. اما بعد، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، تمم اللهم ما به بداتنا ولا تسبنا، اللهم ما اعطيتنا، اللهم امين. سيدنا الشيخ مخلوف، شيخ الازهر سابقا عليه رحمه الله، شيخ مخلوف عليه رحمه الله، كان له كتاب كده اسمه شذرات في فضائل ليله النصف من شعبان، وجاب اسماء كتيره جدا لليله النصف من شعبان، وكل اسم قال لي وذكر الفضائل بتاعته. كان منها مثلا بيقول دي ليلة اسمها ليلة الإحياء، وليلة المغفرة، وليلة الإبراء، وبدأ يذكر كده لها أسماء متعددة جدا جدا في ليلة النصف من شعبان. والليلة دي مهمة جدا، من فضلها إن الليلة يا جماعة تبدأ من المغرب. فأول حاجة كده نصفي النية، نخلص النية ونصفي قلوبنا، ونحاول بقدر الإمكان نشوف احنا زعلانين مع مين. كل واحد بقى مع ابيه وامي، وانا اقول ليه دلوقتي لو في عقوق حاول بقدر الامكان ارفع دلوقتي سماعات الهاتف، ما تقفلش الا لما يكونوا راضيين عنك. يقول لك تسمع كلمه والله سامحتك، مهم جدا. ولو والدك ووالدتك مسامحينك اصلا، حاول بقدر الامكان اللي انت تقول لهم ادعوا لنا بقى خلاص ده الليله دي. يا سلام بقى اللي يقدر دلوقتي يجيب اكل ويجهز اكل، يقول لمراته احنا حضرنا الاكل، تعالي ناخد كده ونروح لبابا وماما يفطروا، لو هو مش عازمهم يعني يفطروا. اللي ما لحقش يعمل دلوقتي في فرصه لسه 3 ساعات 4 ساعات ولا حاجه، يقدر يجيب اكل، يشتري اي اكل جاهز لو مراته مش هتقدر. لو بابا ومامته قريبين هو يروح يجيبهم، مفيش مشكله، ويفرحهم وبتاع يعني. حاولوا ادخلوا السرور، وابداوا كده صلاه المغرب. قبل المغرب هيبقى في اذكار ان شاء الله، وفي اذكار المساء، وفي الدعاء، مهم جدا ان الدعاء ده وقت مستجاب قبل المغرب. وبعدين يؤذن للمغرب، اللي صايم يفطر، اللي مش صايم يبقى خلاص مفيش، ما عندناش مشكلة. يبدأ بقدر الإمكان، لأن يعني سبحان الله هيبدأ بقى يفطر على تمرات، يفطروا الأول وبعدين يصلوا تمرات، وبعدين يقوم يصلوا كما يحبوا. يبقى الصلاة في جماعة، مهم جدا لو جمع كل الأسرة كده ويصلوا في جماعة، أو ما يقدرش يروح المسجد.
هيروح المسجد يبقى لابد من اخذ الاجراءات يعني الاحترازيه اللي هي بقى الماسك وبتاعه والسجاده بتاعته والتباعد، ويبدا بقى اول ليله بعد كده نقول للاولاد خلي بالكم ان ربنا الليله دي يغفر الذنوب. فاذا كانت في الحديث عند البيهقي كما في شعب الايمان، اذا كان ليله النص من شعبان فان الله عز وجل يطلع الى خلقه فيغفر لعباده إلا لمشرك أو مشاحن، وفي رواية إلا لعاق والديه، خلاص، وفي رواية قاتل نفس، إلا لقاتل إيه؟ قاتل نفس. فنخلي بالنا بقى، طب لو واحد بقى من الكلام ده يحاول يتوب إلى الله عز وجل وقاتل نفس، يعني دي مظلمة من مظالم العباد، لازم يعفو عنك يعني. والحاجة التانية اللي هو قضية العقوق بقى، احنا قلنا نعمل ايه مع الاب والاب. يبقى الليلة يا جماعة ربنا يغفر ايه؟ يغفر الذنوب. فالانسان بقى اللي متخاصم مع جاره يقول له سمحنا بقى لله. لا هو اللي يجي لي يا اخي وخيرهم الذي يبدأ بالايه؟ وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فالنهاردة ليلة مغفرة الذنوب، وعشان تتم المغفرة دي لابد من الايه؟ من التسامح. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، احنا عارفين الآية اللي هو لما مصطح ابن أثاثة كان ينفق عليه الصديق رضي الله عنه، ومع ذلك خاض في من خاض في عرض أمنا عائشة رضي الله عنها، أمنا عائشة التي يعني برأها الله عز وجل مما قالوا، فذكر آيات في سورة النور تتلى إلى يوم القيامة، براءة من الله تبارك وتعالى، الطاهرة المبرأة رضي الله عنها. فالسيدة عائشة بنت الصديق، فأنا بدي لك فلوس كل شهر وانت تقع في بنتي؟ طب والله ما أنا مش مديك حاجة تانية. فتنزل الآية ولا يأتلي أولو الفضل منكم وسعى يؤتوا أولي القربى والمساكين المهاجرين في سبيل الله وليعفوا، الشاهد بقى وليعفوا والإيه؟ وليصفحوا، مش تعفوا وشايل، تعفوا وتردم، سامح بقى، تردم، تردم خالص، خلاص كأنه ما حصلش خالص. تمام؟ فقال لا، ده في مغفره وعفو. طب وين اللي هينبني من القرف اللي انا فيه والاكتئاب والحزن وبتاع؟ لا انا محتاج مغفره مين؟ مغفره ربي. فعاد عليه بالمال والصدقه مره ايه؟ مره ثانيه. الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ فيا جماعه لو في خصام كده يبقى نحاول بقدر الامكان اللي احنا ايه؟ اللي احنا نسامح دلوقتي. من الحاجات الثانيه ان الليله دي ليله بقى ربنا اجابه الدعاء. حضروا بقى من دلوقتي الدعوات. نجو اهلا وسهلا. أهلاً، اتفضلي يا حبيبتي، اهلا بيك. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه. انا عايزه اسال الشيخ احمد لو سمحتي. اتفضلي يا فندم، تحت امرك. الامر لله. انا عندي ولادي اربعه، ثلاث بنات وولد. الله يحفظهم لك يا رب. الله يخليك. الولد هم اصغرهم، ففي بنت من البنات اللي عندي الثلاثه يعني تصرفاتها مش حلوه او سلوكها ما بيعجبناش. عندها كم سنه؟ 40. 40 يعني كبرت. ايوه. ومتجوزه. وعلي صوتك شويه عشان نسمعك. حاضر. ومتجوزه ومخلفه. ماشي. سلوكها مش مبسوطين منه، بس يعني احنا بنكلمها يعني مضطرين طبعا، صله الرحم ومضطرين. لكن هي واخوها، اخوها كبير عنده 30 سنه فمش عاجبه خالص، قامت ما بينهم يعني اتصرف معاها تصرف جامد جدا، يعني بمعنى ضربها ضرب جامد، لان يعني هانت الاسلام والاخلاق بتاعتنا وكده، مش طبعنا، مش تربيتنا. فما زالوا هم دلوقتي مش بيكرموا بعض. طب معلش ثانيه واحده، هي متجوزه. ايوه. وهو يعني شايف ان هي عملت حاجه غلط. لكن هو اللي اتصرف وضربها. ايوه. لكن ما قالش لجوزها. ما جوزها عارف وعلى علم بكل شيء. على علم بالحاجات اللي هي بتعملها. كل شيء. وراضي صح؟ وراضي؟ مش راضي، وبيكلمنا اعمله حاجه، فاحنا بنجي بنتصرف مش بنعرف، فمش عارفين. انا اللي عندي انا بلجأ لربنا وبدعي لربنا. طيب ايه مبرراتها؟ ايه مبرراتها؟ يعني اما بتقولوا لها كده غلط، كده عيب، كده حرام، ايه مبررات؟ انا ما نعرفش هي في ايه الاول، بس ايه مبرراتها؟ انا مخنوقه، انا متضايقه، لا بتهيالكم ان انا بعمل حاجات غلط، انا مش غلط كده، بتعرض مش يمكن فعلا. معلش يعني معلش. ايه الحاجات مثلا اللي انتوا شفتوها عليها وحسيتوا انها بتعمل حاجه غلط؟ زي ايه مثلا؟ مثال كده.
لا مش هقدر اقوله، معلش. طيب ما علينا، مش ممكن يكون بيتهيأ لكم فعلا ان هي بتعمل حاجه لا غلط؟ لا مش بيتهيأ لنا، لا. فلما ضربها اخوها فهم دلوقتي يعني ما بيكلموش متخاصمين بعض. طبعا طبعا. ما بيكلموش. فانا واجعني كأم وكواحده مسلمه بقرا قران الحمد لله وبصلي والنوافل وكل حاجه الحمد لله الحمد لله، يعني واجعني ان يجي عليهم ايام فضيله وهم يعني طب عندي سؤال، هو لما بعد لما ضربها يعني حالها اتصلح ولا زي ما هي؟ اتصلح شويه، اتصلح؟ اتصلح بتاع مثلا 70%. 70%؟ يعني الضرب جاب نتيجه؟ مثلا غريبه. بس هما ما بيكلموش الطبيعي بعض. ان الضرب ده ما بيجيبش نتيجه، لكن يعني سبحان بس الله. بس هما ما بيكلموش بعض. تمام. فأنا ولا هي من حاولت تكلمه ولا تعتذر له ولا حاجه؟ هي مش عايزه رافضه خالص، وهو رافض برضه. بس انا كأم واجهني الموضوع ده، والاسلام ورمضان جاي علينا وايام وجوزها كتيره. وضعه ايه؟ يعني اذا اخوها ضرب جوزها بقى بيعمل ايه؟ عادي عادي خالص، هو مبسوط انه عمل كده، بيقول هو كان المفروض يعمل كده، ده اخوها. ايوه، هو بقى جوزها بقى يعني مثلا برضه زعق لها ضربها، عمل ايه هو يعني؟ لا لا لا، ولا هو سايب لكم الموضوع بيتفرج؟ سايبهن احنا ازاي؟ ما هو ليه دور برضه، ما هو برضه غلطان. بس ليه يعني السلبيه اللي هو فيها يعني؟ اه ليه مش السلبيه فاهمه يعني. سلبي؟ هو بقى هو انا مش مبسوطه من كده، بس هو بقى يقول لك انا مش حد اشتكي له غيركم انتوا اخواتك. ماشي اوكي، أيوة هو يشتكي، بس يشتكي. ايه هو الاول كان لازم يبقى واخد برضه رد فعل برضه، ايه ما هي الاجراءات؟ مسؤوله منه دلوقتي. يعني ايه الاجراءات اللي هو بيتخذها اصلا لمعالجه المشكله بتاعتها؟ عند في كل حاجه في الحياه، هي بت عنده هو كمان، يعني هما الاثنين بيعندوا بعض. انا بس سؤالي الاخ والاخت، يعني ايوه ايوه انت عايزاهم يتصالحوا في الايام المفترجه دي، ما ينفعش يبقوا متخاصمين. ولا ربنا بيوجعني. مش هيب ما يعني يترفع لهمش اعمالهم ولا أيوة. صلاتهم ولا هي بتصلي؟ بتقول كويس خلاص، ادام قالت خلاص هي بتقول والله اعلم ولو ما بتصليش ربنا يهديها. ربنا يهديها يا رب، والله العظيم انا بدعي، والله بدعي ربنا يهديها ويهديه. بس هل مثلا هو يبقى ربنا كده يعني مسامح ان هو مش مبسوط من اخلاقها ويسامحهم، ولا برضه لازم يتكلمهم؟ ماشي حبيبي، حاضر يا فندم، حاضر. يعني احنا لغايه دلوقتي مش عارفين ابعاد المشكله وايه هي المشكله، طبعا. لكن على اي حال لو كانت المشكله متعلقه مثلا بحاجه منافيه للشرع الشريف، فاحنا عندنا حاجه اسمه الزجر بالهجر. بمعنى ايه؟ بمعنى انت اختي انا مش هكلمك طول ما انت على المشكله دي، بس في نقطه اللي هو هي ممكن تكون يعني بعدت عن الحاجه دي بنسبه 70% زي ما الحاجه بتقول، خوفا من اخوها بس. يعني على غير اقتناع. كان سيدنا الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله يقول كلام مهم جدا، بيقول الإكراه على الفضيلة لا يصنع الإنسان الفاضل. بالظبط، الإكراه على الفضيلة لا يصنع الإنسان الفاضل. صح، هضربك لغايه لما تتحجبي. خوف بس. طب وبعدين؟ ما انا مش مقتنعه بيه. يعني بتقول مش مؤمنه او واخده هي كده خلاص دخلت الجنه؟ لا، معيب يا جماعه اللي كده، مش بالطريقه دي. طيب الاخ ده يعمل ايه بقى؟ نقول له يا اخي ربك الكريم بيقول كده ايه؟ ادعو الى سبيل ربك بالايه؟ بالحكمه. طب ايه الحكمه؟ كنا نعرفها كتير جدا والناس حفظتها بفضل الله، فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. طب هو قال ادعو الى سبيل ربك بالايه يا استاذه؟ بالايه؟ بالحكمة. ولا باللكمه؟ لا، قال بالحكمه والموعظه. شوفي بقى، بالحكمه والموعظه الايه كمان؟ الحسنه. الموعظه الحسنه، وجادلهم حتى بالتي هي ايه؟ التي أحسن. والآية دي نزلت مع أهل الكتاب، مع أهل الكتاب يعني مع اليهود، مع المسيحيين. إما نيجي نكلمهم بالحسنى وجادلهم بالتي، الآية دي نزلت كده. طب والأخ بقى اللي هو في المسلم ده أعمل معه إيه؟ أروح أضربه؟ لا، يبقى بالحسنى برضو، أكلمه بالراحة. طيب ما بتسمعش الكلام، ما هو لست عليهم بمسيطر. أنت مهلك يا أخي، أنت مع إن عليك إلا الإيه؟ إلا البلاغ. فده مهم جداً، كانوا بيعلمونا كده واحنا صغيرين، وانا لسه صغير يعني، ما زلت يعني. ما زلت. يعلمونا كده فقه الدعوه. وانت تدعو الى الله تبارك، مشايخنا واساتذتنا في الازهر يقولوا لنا يا ابني يا حبيبي وانت بتدعو الى الله تدعي ازاي؟ خلاص؟
تمام. فيقعد هي تقعد بقى تقعدهم الاثنين مع بعض، ومعلش وعشان خاطري ودي ليالي مفترجه وتعالوا نسامح بعض وتحاول تقرب وجهات النظر، وربنا يعفو ويغفر ان شاء الله. كلمه اخيره في فضل ليله نص شعبان. نعم. حاجه اخيره جدا اقول للناس اللي يقدر يصلي جماعه في الليله دي يعمل. فواحد يقول لي بدعي، اقول له شوف ابن تيميه عليه رحمه الله في الفتاوى يقول اذا صلى الانسان ليله النصف وحده او في جماعه خاصه كما يفعل طوائف من السلف فهو احسن. أيوة. فهو احسن. اصل في ناس هتطلع يقول لك مش عارف لا بدعي. اصل كلمه بدعه دي بتضايقني. ايوه انا برد عليهم، مش معقول كل حاجه يقولوا عليها بدعه كده يعني. ابن رجب الحنبلي يقول كلام مهم جدا في لطائف المعارف، وراجعوا ورانا الكلام ده. فينبغي للمؤمن ان يتفرغ في تلك الليله لذكر الله تعالى ودعائه بغفران الذنوب وستر العيوب وتفريج الكرب، وان يقدم على ذلك اول حاجه يقدمها ايه بقى؟ بالتوبه، فان الله يغفر ويتوب على من تاب اليه. شيخ احمد احنا مش هنرجع وراك، انت من علماء الازهر وانت كل حياتك مضيعها في الدراسه وفي العلم. لا مش انا طويل بعلم طبعا، انا حاجه كده وما زلت احبو يعني في العلم، فنسال طبعًا الله ان يحفظنا وان يعلمنا. ايوه لكن احنا بناخد منك العلم اللي انت ده تخصصك ودي دراستك يعني. انا بس بقول علشان مش اي حد يقول اي حاجه، لازم يكون حد هي دي دراسته وهي دي تخصصه. فاحنا زي ما حضرتك بتقول الليله دي نعمل فيها كل اللي احنا عايزينه، العباده اللي تقربنا من ربنا. قالوا لنا الكلام ده، صيام صدقه صلف جماعه، صلاه التسابيح اللي عملنا عليها حلقه نعملها بقى النهارده كده. ياسين عديت ياسين، لو حد مضايقنا نعمل عديت. لا احنا هنسامح النهارده نعملها مش على حد، نعملها بنيه ان ربنا يغفر لنا ويرحمنا والرزق. نعمل بقى ورد للصلاه على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. شهر شعبان شهر الصلاه على النبي، شهر الصلاه على النبي، استغفار تسبيح الباقيات الصالحات يعني ألف مره صلاه على النبي، قيام ليل بقى يعني ماشي. ليله جميله ومفترجه، وربنا يغفر لنا ويسامحنا جميعا يا رب. ونسال الله ان يحفظ بلدنا وجميع بلادنا يا رب، وان يجعل مصر امنه مطمئنه. الحمد لله ختاما وابتدا، ثم الصلاه والسلام سرمدا على ختام الانبياء اجمعين واله وصحبه وسلم. كل عام انتم بخير. نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا مشاهدين.